في من نابلس الباحث في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، أهلا بك سيد عزام. يعني هذا الانقسام الحاصل والذي يتفاقم يوما بعد يوم داخل صفوف الساسة الإسرائيليين، لأي درجة سوف يترجم إلى انهيار في التشكيلة الحكومية وفي الجبهة السياسية التي شكلها نتنياهو بعد 7 أكتوبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهور متابعيكم ومشاهديكم. يعني إذا أردنا أن نراهن على خلافات سياسية يمكن أن تنهي الحرب، فأنا بتقديري هذا صعب. الحكومة الإسرائيلية هي من يستطيع إنهاء هذه الحرب، وهذه الحكومة هي حكومة اليمين الكامل، لديها 64 مقعد، في حين أن الأغلبية لتشكيل الحكومة هي 61 مقعد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحكومة تعتبر من أكثر الحكومات استقراراً في تاريخ إسرائيل، وهذه الحكومة مجمعة على أمرين: استمرار هذه الحرب حتى الانتخابات القادمة عام 2026، والبقاء في حكم إسرائيل مهما كلف الثمن. وبالتالي هذه الخلافات التي رأيناها بين جانس وأيزنكوت من جهة في مجلس الحرب، وبين بنيامين نتنياهو، هي لن تؤثر على إنهاء الحرب، إنما ستؤثر على مسار وإدارة الحرب. بمعنى، إذا استقال بيني جانس ثم تبعه أيزنكوت وانتهى مجلس الحرب الذي هو هيئة عرفية وليس هيئة ملزمة بموجب القانون، هذا يعني بأن إدارة الحرب ستكون بيد الحكومة، ومعنى إدارة الحرب بيد الحكومة ستكون بيد المتطرفين الذين سيضغطون أكثر وأكثر على بنيامين نتنياهو، مطالبين بالمزيد من العنف والدم والتطرف ضد الفلسطينيين. وهؤلاء يعني فاقدين للأهلية الأمنية والسياسية، والأهلية الأمنية والعسكرية فضلا عن السياسية. بمعنى، كل أعضاء حكومة نتنياهو من المتدينين الذين لم يسبق لهم الخدمة في الجيش للعديد من الأسباب، وبالتالي هم لا يدركون طبيعة الأمور على الأرض، لا يدركون مآلات الأمور من الناحية الاستراتيجية والعسكرية. يعني رأينا منهم من يطالب بقصف غزة بقنبلة نووية، رأينا منهم من يطالب بعودة الاستيطان في قطاع غزة، ويطالبون ذلك يعني بكل جدية، ويطرحون هذا الأمر يعني وكأنه أمر يمكن تحقيقه. وبالتالي هذا سيعقد هذه الحرب، سيجعلها أكثر دموية، أكثر شراسة، أطول، لكن بالمقابل سيجعلها أكثر استنزافاً ووحلاً بالنسبة لإسرائيل. صحيح، لكن في ذات الوقت يعني يبني نتنياهو الكثير من قراراته السياسية على وجود إجماع داخل كابينة الحرب وداخل حكومته. لأي درجة يعني هذا الانقسام سيعزز من ضغط الشارع، ليس بالمعنى السياسي أيضاً، بمعنى ضغط الرأي العام على نتنياهو في قراراته تجاه ما يجري في غزة، سواء لناحية العمل العسكري أو لناحية أي صفقة أو مفاوضات للوصول إلى هدنة؟ يعني السؤال الذي يجب أن يطرح: هل يعبأ نتنياهو بضغط الشارع وضغط الرأي العام؟ هذا هو السؤال. نتنياهو قرر منذ بداية هذه الحرب وحدد استراتيجيته في التعامل مع الرأي العام بأنه ينحاز إلى ركنه الشديد وهو اليمين الإسرائيلي. وبالتالي كل هذه التظاهرات التي تجري الآن في الشارع نتنياهو حرفيا لا يعبأ بها. لا، هو لا يستطيع أن يقول ذلك على رؤوس الأشهاد، لكن ما يقوم به نتنياهو هو المناورة. يعني رأينا أكثر من مرة قيام نتنياهو بإرسال وفود التفاوض، إرسالها بدون صلاحيات، رفض خطط التفاوض في اللحظة الأخيرة. نتنياهو حتى هذه اللحظة قام برفض الصفقة ورفض مقترحات للصفقة أكثر من 7 مرات. وبالتالي نتنياهو لا يعبأ بالرأي العام أولا، لكن يناور هذا الرأي العام. القرار الأخير لنتنياهو بإعادة فريق التفاوض ومن ثم تحميل القاهرة المسؤولية بطريقة غريبة جدا يعني وطريقة غير مفهومة، هي من باب مناورة الرأي العام الإسرائيلي. الآن يلجأ نتنياهو إلى مناورة جديدة ربما ستجعله يكسب بضعة أسابيع أو ربما أشهر، وهي إرسال فريق التفاوض مع صلاحيات وقرارات محددة. لكن القرار الاستراتيجي الذي يتخذه نتنياهو هو عدم إنهاء هذه الحرب. ما الذي يعنيه ذلك؟ وكأنه يقول للمقاومة: أعطوني الأسرى،
ومن ثم سنأخذ هدنة وفترة استراحة، سأقوم خلالها بجمع معلومات استخباراتية من الأرض، سأقوم خلالها بتدعيم قواتي، سأقوم خلالها بإراحة هذه القوات، ومن ثم سأعود إلى قتلكم وقتالكم حتى النهاية بدون أن يكون لديكم أوراق قوة. هذا ما يعني يريد نتنياهو، وهذه هي الصيغة التي يطرحها، ولا يمكن على المقاومة الفلسطينية قبولها. المقاومة الفلسطينية عندما قبلت الموقف المصري والورقة المصرية التي هي في الأصل ورقة أمريكية قدمت من خلال مصر، قبلتها بناء على ضمانات حصلت عليها من الوسطاء بأن عبارة الهدوء المستدام تعني إنهاء الحرب. وبالتالي الآن نتنياهو يدرك تماما بأن إنهاء هذه الحرب هو إنهاء لمستقبله السياسي، هو إنهاء لحكم اليمين الإسرائيلي. وبالتالي مسألة انتهاء الحرب في غزة هي نهاية نتنياهو. وأيضا هناك أخطر من ذلك بكثير، إنهاء هذه الحرب بشكلها الحالي بالتعادل مع حركة حماس يعني أن إسرائيل انتهت من المنطقة، لن يأخذها أحد عسكريا على محمل الجد، لن يتهافت العرب على التطبيع معها، لأنها بكل بساطة دولة هزمت أمام أضعف أعدائها بمساندة أقوى حلفائها. إسرائيل شنت حرب استمرت 8 أشهر، أرسل إليها ما لم يرسل إلى دولة منذ الحرب العالمية الثانية، لتحارب من؟ لتحارب مقاومة محاصرة لا يجبى إليها مد ولا قفيز، تسيطر عليها إسرائيل برا وبحرا وجوا منذ عام 1967. وبالتالي كيف ستأخذ الدول العربية إسرائيل بعد ذلك على محمل الجد عندما تتحدث إسرائيل عن ضرب القواعد الإيرانية أو ضرب الأراضي الإيرانية أو التخلص من حزب الله؟ هذه الصورة لا يمكن لإسرائيل أن تقبلها، لا أحد يقوم بالسلام مع الضعفاء، هذه يعني حقيقة تاريخية. طيب وبالتالي يعني إسرائيل سيد عزام، يعني ماضية بالحديث، انتهاء هذه الحرب. نعم يعني بالحديث عن كل هذه التطورات، لابد أيضا من ذكر أن هنالك يعني ضغط كبير تمارسه واشنطن نتيجة ربما المرحلة الانتخابية التي تمر بها. نحن في العام الانتخابي وعلى بعد عدة أشهر فقط من التصويت في الولايات المتحدة، هنالك ضغط الرأي العام الذي نشاهده سواء عبر المظاهرات أو حتى عبر الحراك في الجامعات، وهو ليس يعني معطى قليل. لأي درجة أيضا يمكن لنتنياهو أن يقاوم هذا النوع من الضغوط، إن هو استطاع كما قلت أن يقاوم الضغوط الداخلية المتمثلة في الانقسامات أو حتى في ضغط الشارع الإسرائيلي؟ يعني أولا علينا أن نفهم طبيعة العلاقات. نتنياهو يفهم تماما بأن الإدارة الأمريكية ترى بأن إسرائيل هي استثمار استراتيجي، منذ العام 1948 حتى يوم الناس هذا استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ما يقارب 300 مليار دولار، جعلت منها قاعدة عسكرية عملاقة. وهذا يعني بأنه يدرك تماما أن إسرائيل هي ركن من أركان السياسة الأمريكية في المنطقة، وأن هزيمة إسرائيل في هذه الحرب تعني صحيح، هزيمة لكن سيد أمريكا. عزام هذا الركن الذي تتحدث عنه بات يسيء إلى الولايات المتحدة أكثر مما ينفعها. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثانية طبيعة النظام الانتخابي في أمريكا، وهذا ما بدأ المجتمع الأمريكي يتحدث عنه، هو نظام انتخابي فاسد، بمعنى كل عضو كونغرس لإعادة انتخابه يجب أن يحصل يوميا على تبرعات 4600 دولار في كل يوم من أيام عمله، وهذه المبالغ لا أحد يستطيع أن يدفعها سوى اللوبيات العملاقة وعلى رأسها أيبان. وبالتالي هو يدرك بأن الطبقة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية مساندة له حتى النهاية. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي الأخطر، بأن بنيامين نتنياهو ينتظر بفارغ الصبر الانتخابات الأمريكية لأنها ستفرز دونالد ترامب. دونالد ترامب كشخص جاء من خارج البيت السياسي الأمريكي كزعيم شعبوي يميني، يعني يرى بنيامين نتنياهو بأنه سيطلق يد إسرائيل أكثر وأكثر، هذه على الأقل حسابات نتنياهو. وبالتالي هو يلعب على عامل الوقت، هو ينتظر الانتخابات الأمريكية ولا يخشاها، ويدرك تماما بأنه كلما تصلب
في مواقفه أكثر، فهذا يعني بأنه سينتظر وسيكون بالقرب أكثر من فترة الانتخابات الأمريكية. يعني لدينا على سبيل المثال فترة لاين داك، البطة العرجاء، التي إذا دخل فيها السياسة الأمريكية لن تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي، ستصبح فترة تسيير أعمال. هو ينتظر هذه الفترة تحديدا لأن هذه الفترة ستتيح له منطقة ضبابية، منطقة رمادية يمكن أن يتحرك من خلالها أكثر. هذه على الأقل هي رهانات بنيامين نتنياهو، لكن ربما يكون للميدان كلمة مختلفة. نعم، شكرا جزيلا لك من نابلس الباحث في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس.